من وصايا السلف رحمهم الله تعالى للشباب ما رواه أبو خيثمة في كتابه العلم عن قابوس ابن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى أي الفجر، وكنا شباب كلنا من الحي، وكنا شباب كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت؟ من أنت؟ فلما سألهم قال على وجه الحث والتشجيع والتنشيط لهم، قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. فنبههم على اغتنام خيرية الشباب وبركة الشباب، وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحصيل، وفرصة عظيمة لاستغلال هذا النشاط وهذه القوة